أنا بعتقد في أي دولة إذا صار الصحفي هو الخبر هنا تكمن الكارثة فعليا. يعني في الأراضي الفلسطينية ما حصل يوم أمس كان يعني وصمة عار على الجميع باعتداء على صحفيين كانوا ينقلون خبر لا يتدخلون في أي مسيرة ولا يبدون أي رأي سياسي، هم كانوا فقط ناقلين للخبر ومن ثم تم الاعتداء عليهم. أنا باعتقادي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنصنف في قاع الدول التي لا تحترم الحريات، لا تحترم حرية الصحافة التي كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية. هذا ليس اعتداء، هذه جريمة بحق الصحفيين، بحق من تم الاعتداء عليهم وبحق نقابة الصحفيين وبحق كل الصحفيين الفلسطينيين، والجريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. رئيس الوزراء شكل لجنة تحقيق محايدة نثق فيها، وخاصة يعني ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دكتور عمار دويك، وأيضا نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة نثق بهم تماما، وأيضا وكيل وزارة الداخلية نثق بهذه اللجنة، ونعتقد أنها محايدة ونريد أن تصدر قراراتها بأقصى سرعة ممكنة، وسنتعاون معها كنقابة صحفيين، سنزودها بكل الصور والفيديوهات والوثائق التي لدينا من قبل الصحفيين، ونأمل أن يتم محاسبة كل من كان وراء هذا الموضوع. حرية الإعلام يجب أن تكون مقدسة في فلسطين، المساس بها هو جريمة، ومن يمس بحرية الصحافة في فلسطين يرتكب جريمة كبيرة. ما جرى بالأمس هو يعني اعتداء آثم ضد الحرية الفلسطينية، الحريات الفلسطينيات، ضد المصور الفلسطيني. ما أقدمت عليه بالأمس الشرطة في الاعتداء على المصور الفلسطيني، هذه بالنسبة لنا كارثة، تشكل نقطة تحول خطيرة من قبل السلطة تجاه المصور الفلسطيني. اليوم شكلت لجنة من قبل رئيس وزراء، شكل لجنة رئيس الوزراء باجتماع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين. نأمل من اللجنة أن تأخذ الأمور بشكل جدي ومحمل جدي، لأن الأمور قاعدة بتتفاقم، لن تسكت نقابة الصحفيين ولا المصورين حتى نرى بما عيننا أن هناك قرار أخذ حق المصور الفلسطيني بعد الاعتداء اللي تم عليه أمس. ومن آمن بفكر باسل الذي استشهد لأجله فهو مستمر حتى إنهاء التنسيق الأمني، وفقط حتى إنهاء التنسيق الأمني، ولا أجندة لنا سوى ذلك.